حاملا لأماني شعبا بأكمله. وبعدما تسيد أندية القارة السمراء بصم وفاق سطيف على أول مشاركة له في كأس العالم للأندية الجارية وقائعها للعام الثاني تواليا على الأراضي المغربية، مشاركة ولئن كانت تاريخية بحكم أنها الأولى في سجل الأندية الجزائرية، لم تكن في مستوى تطلعات وأماني الجزائريين خاصة والعرب عامة، إذ لم يشفع لوفاق الجزائر عامل دخول المنافسة في دورها الربع النهائي عكس منافسي نيوزيلندي أوكلاند سيتي الذي خاض ممرا عسيرا قبل افتكاك لورقة العبور للدور ذاته، عندما أجبره صاحب الأرض والجمهور النادي تطواني خوض 120 دقيقة في اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد هوية من سيلاقي الوفاق. لكن بطل أوقيانوسيا لم تظهر عليه أي علامات التعب أو الإرهاق جراء ذلك، ولئن كان عزاء ممثل إفريقيا في المونديالات يعود بالأساس إلى افتقاده لعامل الخبرة في مثل هكذا مواعيد بحكم أنها المشاركة الأولى له، غير أن جرأة المدرب خيرالدين الماضوي افتقدت على المستوى التكتيكي، وحتى خلال عملية التغييرات غير الموفقة من جهة والمتأخرة من جهة ثانية، فكان لماضوي نصيب من مسؤولية الإخفاق. مجهود وفاق سطيف يذكر فيشكر وما عليه سوى حفظ الدرس، أما الأندية الجزائرية فلا يسعها سوى السير على خطى أبناء عين الفوارة، ولما لا تكرار إنجاز تيبي مازامبي الكونغولي والرجاء البيضاوي المغربي الوصلان إلى نهائي نسختي 2009 و2013 على التوالي.